Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Three times shura, nashrab. Ya Baqi, Antal Baqi, Ya Baqi, Antal Baqi, Ya Baqi, Antal Baqi, Ya Shafi, Antal Shafi, Ya Shafi, Antal Shafi, Ya Shafi, Antal Shafi, Ya Kafi, Antal Kafi, Ya Kafi, Antal Kafi, Ya Kafi, Antal Kafi, Ya Rasul Allah. اعذر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر هم مغرق وبيدي ساحل لنا اشكالنا يا رسول الله اعذر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالا يا رسول الله اعذر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالا يا حبيب الاله خذ بيدي فلعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي فلعجزي سواك مستندي فسهل يا إلهي كل صعب بحرمتي سيد الأبرار سهل يا إلهي كل صعب بحرمتي سيد الأبرار سهل يا إلهي كل صعب بحرمتي سيد يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر ارفع شبكن خيرا يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر ارفع شبكن خيرا يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر ارفع شبكن خيرا يا حزن سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيخ لله المدى يا حزن سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيخ لله المدى يا حزن سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيخ لله المدى محتاج تو حاجة روا المدد يا غوث يا سيدا محتاج تو حاجة روا المدد يا غوث يا سيدا محتاج تو حاجة روا مشکلات بے عدد دار رفا المدد یا غوث یا زمجمع مشکلات بے عدد دار رفا المدد یا غوث یا زمجمع مشکلات بے عدد دار رفا المدد یا غوث یا زمجمع یا حضرت شیخ
شیخ محی الدین مشکل مشاغل خیر یا حضرت شیخ محی الدین مشکل مشاغل خیر یا حضرت شیخ محی الدین مشکل مشاغل خیر امداد کن امداد کن از بس دیر آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسر آزاد استگیر امداد کن امداد کن از بس دیر آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسر آزاد استگیر امداد کن از بس دیغم آزاد کر در دین و دنیا شاد کر یا غوث آزاد استگیری نام کر امداد کر از بس دیغم آزاد کر در دین و دنیا شاد کر یا غوث آزاد استگیری نام کر امداد کر از بس دیغم آزاد کر در دین و دنیا شاد یا حضرت غوث افتا بإذن الله تعالى یا حضرت غوث افتا بإذن الله تعالى یا حضرت غوث افتا خذ يدي يا شاهدينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي تفيل حضرت نستقير تفيل حضرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسقال فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تزينا بكم لأنهم تأتوا لنجبنكم وليمثلنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فاتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مهجرون وآيت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب فجرنا فيها من العيون
يعلمون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون رأيت لهم الليل يسلكوا منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستمر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تظلم القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون رأيت لهم أنهم لا زيادهم في الفلك مشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نبركم فلا ذريق لهم ولهم يرقدون إلا رحمة منا ومتاع إلهيم وإذا قيل لهم اتركوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونسبوا لو يشاء الله وتمع إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكتمون فلا يستطيعون تغشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مكتوبون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تزعل إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظل الأرواح وَاكِبُوا التَّكِيُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فبستطعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله لنكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم يتقون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرقون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأيام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. شيئا لله يا عبد القادر سكينا بغداد يشرق الجيلان جيلان شيئا لله يا عبد القادر سكينا بغداد يشرق الجيلان جيلان شيئا لله يا عبد القادر سكينا بغداد يشرق الجيلان سقاني حبك سأت الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ووشدت نحوي في كوس فهمت بصغرتي بين الموالي فقلت للسائل الأقطاب نمو بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم من فضلتي من بعد سكري ولا زلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زاد عاليا
في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال يد المبازي أشهب كل شيخ ومرضى في الرجال وعدي مثالي تسالي كل عتاب الدراس عزم وتوجني بإيجاد الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا وحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحال لسار كل غور في الزوال ولو ألقيت سري في جبال تدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت واختفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما هي شهود أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مليهم وتب واشرح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مليهم لا تخف الله السماء والأرض دوكا وشاؤوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا فخردالة على حكم اتصال لي درست العلم حتى سرت كتبا ونلت السعد من مولى الموالي فما في أولياء الله مثلي وما في العلم وتصريفها لرجالي في هواجرهم سيام وفي ظلم الليالي كاللؤى لي وكل ولي له قد هو على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي باقيه جازي هو جديبي نلت المراني مليه لا تخف واشم فإني عزوم قاتل عند الكتاب على الجيش مهي لي لقبي وعلى لي أنا حسني والمخدع مقامي وأقضي على أنك الرجال لي وعبد القادر المشهود اسمي وعبد القادر المشهود اسمي وعبد القادر المشهود اسمي وجهتي صاحب العين الكمال شيئا لله يا ابن القادر ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا ابن القادر ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا ابن القادر ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا ابن القادر ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني 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 شيخ
صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله سلم عليك يا حبيب Allah Allah Nabi ka karana karana Allah Allah Nabi ka karana ye karana wara ul wara hai isme hasan Yeah.
شافین بافو اور ہمارے محترم دانش مدرس صاحب کی جانب سے منعقد کی گئی ہے اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عالم اسلام کے مشہور ثنا خوان الحاج نثار احمد مارفانی صاحب تشریف لے آئیں گے. اللہ کریم یہ جو محفل سجائی ہے ہمارے دو بھائیوں نے, دانش بھائی نے ہمارے شافین بابو نے, اللہ کریم قبول فرمائے اور ہم سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا سب قبول فرمائے اور اس محفل پاک کے صدقے مولا ہماری مغفرت فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی وجہ سے جو اگلے سلاخہ ہے سات سے میں گزارش گزار کے وہ نعت پاک تم سب کو صلی اللہ علیہ یا Thank you.